الديانة، بعيدا عن الانتماء، بعيدا عن اللون، عن الجنسية. يعني علينا ان احنا نتعلم من التجربة ديت في الداخل، نرسخ المواطن افضل من ان احنا ننظر الى كم مسلم تولى كم عاصمة او واسحة او كم مسلم اعطاء الامور اكبر وصل من الى حجمها. بالظبط. يعني ما اعتقدش انها تفرق كتير حتى لو وصل رئيسة رئيس وزراء وزراء بريطانيا. هذه البلدان بترسم سياساتها على مصالحها مش على مصالح الآخرين. احنا نعم. علينا ان احنا نرسم سياساتنا لمصالحنا احنا، لا ننتظر الى او لا ننظر باستعطاف لهؤلاء ان هم يتعطفوا علينا ويحلوا لنا لكن مشاكلنا. لماذا أثارت هذه النقطة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما وأبدت ترحيبها لصادق خان؟ هي كلينتون اللي رحبت عشان منافسها ترامب. نقطة تؤخذ في يعني مسائل انتخابية في صالح محض. دعاية الحزب الخاص بها. يعني فقط يعني هيلاري كلينتون تكلمت عن بشكل أو بآخر عن صادق خان يعني مسائل انتخابية نكاية في ترامب باعتباره منافس لا الأكثر ولا الأقل. لكن أعتقد أن هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية كانت سيئة للغاية، ودائما كانت تقول أن الأمن القومي الإسرائيلي جزء من الأمن القومي الأمريكي، لكن لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد للحقوق العربية إطلاقا. دائما نحن صف ثاني ثالث رابع مش موجودين إطلاقا. يعني لكن أنا نفرح كثيرا لو قالت كلمة شكر لصالح يعني صادق خان، معناه الحقيقة أن عندما تقترب من صادق خان تقترب منه بقدر ابتعادها عن منافسة ترامب في أمريكا. نعم. إذن نتحدث مرة أخرى عن تحرك الجماعات الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن بشكل عام وفي أوروبا والكثير من الدول. بشكل أو بآخر هي تخطط للعديد والكثير من السيناريوهات التي ربما تحاول أيضا الوقيعة بالكثير من الدول العربية. تحركات مستمرة سواء من خلال وسائل الإعلام، من خلال صحف، من خلال منابر تتحدث عن اجتماعات ما بين قيادات لهذه الجماعة وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين. كيف ترى هذا التحرك على الأرض دكتور سعيد؟ يعني قبل 20 عاما كان هناك مؤتمر كبير لكل المعارضين وكانوا اخوان مسلمين في الدول العربية كلها، لم تحتضنه لا باريس ولا مدريد ولا روما وانما احتضنته لندن. يعني اعتقد ان هذا الامر يؤكد بشكل او باخر ان لندن تقف دائما وراء التطرف ما دام يعيش في الارض فساد. الارض العربية والاسلامية يعيش فيها فسادا. اذا تناول بشكل او باخر اوروبا والقياس على ذلك الاحداث الارهابية التي حدثت في بلجيكا بروكسل ثم لندن ارتعدت في رئيسها ثم ارتعدت في رئيس ايضا دول كثيرة جدا، اعتقد بشكل او باخر هي تدفع في اتجاه الذي ينمي الجماعات الإسلامية شرط ان تكون ضررا على المنطقة العربية بشكل عام، وتدفع في اتجاه ايضا ان هناك مثلا اردوغان رئيس تنظيم الدولة الارهاب. كل هذه الاشياء تحيكها لندن نكاية في المنطقة العربية بشكل عام، ولا تحقد عن المنطقة العربية وترى أن أي إمكانيات أو موارد طبيعية ننعم بها يجب أن تأخذها لندن بشكل ما. نعم. ماذا نحن فاعلون في مثل هذه المواقف؟ نتعلم من تجاربنا زي ما قلت لحضرتك، نتعلم من تجاربنا، لا ننظر إلى علينا أن نعمل على أنفسنا ولا ننتظر منحة من الآخر. ذكرت أن المسؤولية ربما بتنصب على الأزهر الشريف في مخاطبة الآخر من ناحية الفكر الوسطي المستنير للديانة الإسلامية. بتتحدث أيضا عن قنوات إعلامية تخاطب الآخر، هل رأيتها بالشكل المطلوب؟ للأسف لم أجدها إلا من خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن أو دعا إلى ثورة دينية. أكثر لم أفعال على الأرض، لم أجد أفعال على الأرض إلا هذا الخطاب، ما وجدناش ترجمة لي على الأرض. المكاتب يعني الثقافية، وزارة الخارجية ربما تتحمل هي شق أو بآخر، هيئة الاستعلامات. يعني إذا كان هيئة الاستعلامات كيف تقسم لم تستطع المسؤوليات ليس فقط في الداخل المصري لكن في الكثير من الدول العربية. يعني أنا بقول إن الهيئة العامة للاستعلامات لم تستطع الرد على التنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج في مع سخونة الأحداث، هتستطيع إلى توضيح صورة الإسلام مهمة أكبر منها. يعني أنا بشوف إن الأزهر أقدر لكنه عليه أن يعمل كثيرا بداخله من حيث المناهج، من حيث تنقية المناهج، من حيث تدريب وتأهيل الدعاة لكي حتى يستطيعوا أن يخاطبوا الغرب بلغته.
ما لا يتحدثوا بلغتنا احنا، لازم عندما تحدث الغرب لازم تحدث بلغته. انا اتفرجت على شيخ الازهر في المانيا في زياره من كام شهر المانيا، وكان خطابه اكثر من رائع داخل في زياره المانيا. استطاع فعلا ان يرد على اسئله او حاور المتواجدون بالضبط بالبرلمان الالماني، حاول المتواجدون واستطاع ان يرد على كل ما يثير الجدل لديهم بخطاب يستطيعهم ان يفهموا. هذه هي الرساله التي يجب ان نعمل عليها، خطاب شيخ الازهر علينا ان نتعلم منه، علينا ان نضع سلم او درجه في السلم نبني عليه للاعلى. نعم دكتور سعيد، فكرة الدولة العلمانية والدولة القائمة على الدين كيف تقيمها في ميزان الحكم في الكثير من الدول؟ يعني بداية أود أن أضيف لما قاله الأستاذ أحمد مصطفى، أعتقد بشكل أو بآخر اللغة المطلوب منا أن نجدها ليست اللغة الإنجليزية والفرنسية فقط، ولكن اللغة العقلانية. هم يتكلمون بالعقل ويفهمون الأمور بالعقل، لأن الحضارة الغربية حضارة عقلانية، وبالتالي يجب أن نخاطبهم بالعقل. يعني إذا تكلمنا عن حج، تكلمنا عن قضايا إسلامية، تكلمنا عن أشياء كثيرة جدا، يجب أن تكون من خلال العقل بدرجة أساسية. وأذكر جيدا أن عباس محمود العقاد وهو مفكر إسلامي كبير كان يقول أنه 97% من القضايا الإسلامية يمكن عقلانتها، عقلانة القضايا الإسلامية، لكن 3% قد يصعب علينا بشكل أو بآخر عقلانتها، فنفتح قلوبنا بشكل ما. أيا كان الأمر، أعتقد أن الغرب عندما نخاطبه يجب أن نخاطبه من خلال اللغة، اللغة التي يجيدها هي لغة العقل، لأن الحضارة الغربية قائمة في هذه المرحلة على العقل بشكل أو بآخر. نحن للأسف شديد هم يتحدثون بالعقل، والرجل وصل إلى مقعده في لندن بالعقل كعمدة، لكننا ما نزال في أمور كثيرة جدا نؤمن بالغيبيات والخزعبلات وأشياء كثيرة جدا مما يجعلنا خارج إطار التاريخ. في 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 انعكاس سواء لقلة نسب التعليم، لجهل طبعا في أسباب كثيرة جدا في الكثير من الدول، يعني قضايا كثيرة ربما بتصب في نفس الإطار. يعني اليوم نحن نتكلم عن تجديد الفكر الديني، أعتقد أنه يبنى بدرجة أخرى على العقل والعقلانية، ويجب أن نخاطب بشكل أو بآخر هذه الدول. تذكرين أن الدكتور عبد الرحمن بدأ له كتاب اسمه يعني إسهامات الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية. الحضارة الغربية اليوم هي الحضارة التي شارك فيها الإنسانية كلها، ولذلك تسمى بشكل بآخر الحضارة الإنسانية. الفراعنة لهم دور، الأشرون لهم دور، الأفارقة السود لهم دور إلى آخره، وبالتالي هي نتاج كل هذه الحضارة. ومن ثم يبنى حوار الحضارات الذي نتحدث عنه ما بين الحين والآخر، لكن ربما لا يوجد بالشكل الكافي على الأرض. يعني أعتقد أنه حتى الآن لم يتحقق هذا، نتكلم عنه كثيرا كالعادة، كل الأمور نتحدث عنها كثيرا، لكن الفعل دائما قليل وقليل جدا مما يجعلنا خارج إطار التاريخ. نعم هعود مرة أخرى لنفس السؤال، الدولة العلمانية والدولة الدينية، مميزات وعيوب في الحكم. أعتقد يعني الدولة الدينية لابد من عقلانية بشكل أو بآخر تقترب إلى حد ما من الدولة العلمانية. يعني هذه أمور كثيرة، حتى علاج الإمام محمد عبده والفلاسفة المسلمين وابن رشد وابن خلدون إلى آخره، أعتقد بشكل أو بآخر يجب أن نشعر بالدونية تجاه هذه الحضارة، كما قلت لأنها حضارة إنسانية وليست حضارة غربية. صحيح أخذ ثوبا غربيا في هذه المرحلة، لكن هي حضارة إنسانية بالدرجة الأولى. أيًا كان الأمر، نحن نعتقد أنه لا خلاف بين العلمانية وبين يعني الدولة الدينية بشكل أو بآخر. المهم أن نقرب بين الدولتين لتسير بشكل أو بآخر في الاتجاه الذي نريد، والذي يحقق الأمن والأمان لمواطننا، لأنه هذا هو المحور الأساس، المحك الحقيقي لأي حضارة، هي مدى رفاهية المواطن أو حتى في مدى تطبيق القانون أو داخل هذه الدولة. أمن وأمان يعني قانون. نعم لابد من توفير القانون بشكل أو بآخر، والمحك الحقيقي هو المواطن المصري العادي أو المواطن العربي أو المواطن المسلم العادي. إذا ما تحقق كل هذه الأشياء له، أعتقد أن ذلك ممكن وسهل وميسور. إذن في النهاية سيناريو نتحدث فيه حول سير الدول العربية في محاربتها للإرهاب، وما ننتظره في تعاون مع الغرب في هذا الصدد.
أعتقد أن التعاون بدأ أو الغرب بدأ يعني من هجمات باريس وبلجيكا بدأ يعني تتضح له الرسالة، تتضح له الخطر. بنشوف وفود كثيرة بتقدم لمصر وعدد من العواصم العربية للمناقشة ملف الإرهاب. الملف الإرهاب تصدر العالم في الفترة الأخيرة، لكن هي المشكلة أن الغرب بينظر حتى الآن ينظر إلى الإرهاب على أنه إن هو متواجد عنده، ما بيبصش على الإرهاب اللي عندنا. يعني بينظر عنده معايير، بينظر إلى الجماعات التي أو الداعش عندما يصل إليه هو يريد أن يوقف تمدد داعش إليه، ولكنه لا يواجه داعش عندنا. فدي هي دي الأزمة. علينا برضو هرجع تاني أقول علينا أن يعني كدول عربية تتعاون في مواجهة داعش. الغرب يعني بينظر إلى مصالحه أكثر من مصالحنا. نعم، لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن جزء كبير من محاربة الإرهاب هي المعالجة الفكرية وليس بالتأكيد فقط الأمنية. إذن الاشتراك واجب في طب. مثل هذه الأمور. إذا كنا بنتحدث عن معالجات فكرية، بنتحدث أيضا عن تأهيل وتدريب حتى للعقول منذ الصغر. نتحدث ليس فقط في مجال القيادة أو تقلد المناصب، لكن حتى تأهيل لتربية أجيال قادمة. كيف تعلق على هذا الأمر في إطار محاربة الإرهاب دكتور سعيد؟ أنا أعتقد أن هذا هو السليم، أن كان هناك خلاف شهير جدا تراثي بين جمال الدين أفغاني وبين إمام محمد عبده. محمد عبده كان يرى أن كل شيء يأتي من خلال التربية، وكان يسمي الأطفال الغرس، يعني نذهب في صحراء جرداء بعيد معنا 10 أطفال ونعلمهم أفكارنا. كان يقول جمال الدين أفغاني هذا الشيء، فكان يقول له أسكت أنت مصبت أنت مصبت، لكنه مات ومؤمن تماما بأن الأسلوب التربوي الذي يحقق لنا أشياء كثيرة جدا، لأن الأجيال الكبيرة لا أمل يرتجى منها، فقط الأجيال القادمة مع الأطفال والأسلوب التربوي بشكل أو بآخر، والذي يكرس المفاهيم التي نحتاجها في هذا العصر والعصور المقبلة. نعم. وهذا ما يفعله البعض. عندما حدثت هجمات باريس الإرهابية، بدأت فرنسا تتحدث ليس فقط من الشق الأمني، لكن ربما نظرت إلى المناهج ونظرت إلى كيف تربى هذا الجيل في داخل المجتمع الفرنسي وحمل جنسيته، بل وولد على أرض فرنسية وقام بهذه العمليات. وتحدثت أيضا مع وزارة التربية والتعليم لديها، لماذا لا يقف بعض التلاميذ حدادا على من ذهبوا مثلا في حادث تشارل إبدو على الأرض؟ إذن هو رحلة من التفكير في عقول صغيرة تصل بنا ربما إلى أفعال كبيرة أو حوادث كبيرة فيما هو قادم. هذا ما يعرف بالفعل. وعندما لا يقفون حدادا على أرواح زهقت في بسبب الأحداث الإرهابية، أرجو أن يعتقدون أنه حتى في بلادنا مثلا أحدث حاجة الإرهاب الذي حدث في وتعرض له الشرطة الداخلية المصرية في حلوان، لم نسمع عن منظمة حقوقية واحدة أعلنت إدانتها لهذا الحادث مثلا، مع أنه هذا حادث كبير جدا يؤكد بشكل أو بآخر أن الإرهاب لا وطن له ولا دين ولا مكان ولا عنوان، وهو آفة عالمية زي ما الرئيس السيسي قال، ومن ثم يجب أن يكون مكافحته بكفاءة عالمية. نعم، تعقيب أخير من حضرتك أستاذ أحمد. أرجع تاني وأقول إن احنا علينا أن نعمل على أنفسنا، علينا أن نصدر صورة صحيحة وسليمة للإسلام، لا ننتظر الهبات من الغرب أو نتطلع إلى مسلم يقود العالم الولايات المتحدة أو غير أو دولة. علينا أن نعمل على أنفسنا، علينا أن نطور تعليمنا، علينا أن نطور ثقافتنا، خطابنا الديني بالتأكيد. وبالتالي عندما الغرب عندما ينظر إلينا على أننا أقوياء، سيكون التعامل بالند وليس تعامل من بنظرة فوقية. نعم، هو دي الرسالة اللي يجب أن نتعلمها من وصول من قيادة رئيس سلطان خان للعاصمة اللندنية. نحسن العمل ونتقنه بالضبط، يعني يمكن هي أبرز المفاتيح التي تجعل هناك عوامل هامة للنجاح في أي دولة أو بالزبط. لأي شخص. أشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة من السيناريو القادم. الدكتور سعيد لوندي الخبير في الشأن الدولي بالأهرام، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. أيضا الأستاذ أحمد مصطفى الكاتب الصحفي بجريدة الحياة اللندنية، شكرا لتشريف حضرتك. أشكركم على المتابعة. انتهت حلقة السيناريو لهذا الأسبوع. في الأسبوع القادم سيناريو آخر. إلى اللقاء.